اعتماد جسمك على الدواء اعتماد عضوي، اعتماد عضوي غير الادمان. ادمان سايكولوجيكال ديبندنس، اعتماد نفسي. بنعرف الفرق ما بين الاثنين. وليس كل مريض، نكتبها برضو معلومه مهمه، ليس كل مريض عنده فيزيكال ديبندنس بيبقى مدمن، تحول الى مدمن سايكولوجيكال. لا، بدليل ايه؟ ان مرضى بتوع السرطان والعياذ بالله ياخذوا مورفين او حاجات شبيهه بالمورفين، وعنده ديبندنس تولرنس الاول وبعدين ديبندنس. زي ما تيجي تولرنس يعني ايه؟ تحتاج جرعه زياده، تحتاج جرعه زياده وبعدين جسمك اعتمد عليه، تيجي تسحبه يحصل لك العلامات. هذا معنى ديبندنس، جسمك معتمد عليه ما اقدرش اسحبه. اما سايكولوجيكال لا، ده هو المريض بقى تغير البيهيفير بتاعه، مرض في المخ، اصبح الريورد عنده والاسترس اتغير، اصبح يسعى للدواء ويجيبه باي وسيله حتى لو بالعنف لو بالقتل ولو يقتل اقرب الناس اليه، ده اسمه الادمان ادكشن. لكن الثاني لا، هو عنده ديبندنس فيزيكال، يقول لك لما تسحب الدواء تظهر عليه علامات، طيب يحصل له يعني راينوريا ويحصل له سلايفيشن ويحصل له انكزايت، عكس الحاجات بتاعت المورفين، عكس دي كلها، الالم يزيد يعني عكس ده كله اجلبه تبقى هي الوزدرا. طيب بعد كده احنا قلنا ما يوصل الهرمونز لا تاثير، هنعرف الهرمونات دلوقتي وبعدين الجي اي تي منتبه تطلع ايه الازهر ريسبتور. بصوا عليه يا اولاد، انا هسيب دول خالص واجي على الصوره دي عشان نعرف الفرق ما بين الاثنين. دي اللي ميو احنا عرفناها دي كل الحاجات. بصوا للكبه كده والدلتا ايه اللي واخداه بس؟ يعني اهميتهم بسيطه. لها انالجيسيا نعم شويه سباينال وبريفرال. طب لها ريسبيراتوري ديبريشن مش قوي. ايوه ناخد بالنا. يعني لو عندي دواء كابا اجونست كابا اجونست يبقى ريسبيراتوري ديبريشن بتاعه قوي ولا غير قوي؟ اكتب المعلومه دي وخلي بالك منها. ليه؟ لانه هيقابلك مريض عنده ازمه او عنده مشكله في التنفس وعايز تديله مسكن. صح ولا مش صح؟ يبقى تختار منهم بقى الاصلي ولا التايواني؟ تايواني. مضطر. ليه؟ لانه مش نهبت الريسبريشن عنده تعبان. هذا الشطاره بتاعت الدكتور بقى، هذا الشطاره بتاعت الدكتور. طيب ايه تاني يا حبيبي؟ بتعمل ميوزس، بتعمل ميوز جي اي تي موتيلتي، نهبت الجي اي تي موتيلتي. تعمل يفوريا؟ لا، عشان كده تتوقعوا يا اولاد الدواء ده يعمل ادمان ولا ما يعملش؟ لا ما يعمل. حد ما سمعناش واحد ياخد فنتازوسين عشان ادمان ولا نالبوفين حاجات من... لا خلاص، يبقى ما بتعملش فوريا. يقول لك هتعمل لي ايه بقى؟ هدي شويه بتاع بس. طيب ده بتعمل ايه بالعكس؟ حاجه اسمها ايه يا اولاد؟ ديس فوريا، عكس الافوريا، عكس الافوريا. طيب اجي بقى هنا اجاوب سؤال مهم جدا، اقول لك المورفين يا ابني بيعمل افوريا ولا ديس فوريا؟ قول لي يا دكتور افوريا. افوريا الاول. هقول لك المورفين مش طالع لنا ريسبتور جميع الريسبتور. طب يجي سؤال ثاني يقول طب احيانا يا ابني المورفين يعمل ديس فوريا. اقول لك صح. ليه؟ الكابه. يا سلام عليك، برافو. نفهم الكلام طالما فهم من حاجه رياضيه كده، تلاقي الكلام مش محتاج مذاكره، ما محتاج مذاكره، فهمت الكلام خلاص. طيب اوكي. بعد كده سيديشن، بتعمل سيديشن دي الكابه. فيزيكال ديبندنس مش قوي، احنا عارف ما بتعملش فيزيكال ديبندنس يعني ادمان مش كتير. طب تيجي الدلتا، الدلتا يعني اقلهم اهميه، سباينال انالجيزيا بس باراتوري ديبريشن بتعمل جي اي تي موتاليتي بتعمل بس، غير كده ما فيش. سيبكم الاورلي عشان ما نلخبطكمش. بوست جراديويت كذا مش عارف. نعم، ما هي العدوانيه مش مشكله. خلينا احنا في الثلاثه تعرفهم يا ولاد، خلاص لازم في دماغكم دلوقتي. مهم جدا ان احنا نعرف. يبقى اهم واحده هي مين؟ الميو. طيب خلاص نيجي بقى الادويه بتاعتنا بقى، نقسمها كده وننسقها عشان نعرف هنعالج بها مين وده نعالج بها ايه وكده، ونعرف هي خصائصها. نمره واحد من ناحيه قوه التسكين، سترونج انرجيسك. تفتكروا على تشتغل على ريسبتور يا اولاد؟ نيميو زي مين اهو؟ مورفين. ناخد مثال، عايز تاخد مثال واحد خد، بس عينيك على الحاجات الثانيه عشان الام سي كيو، مش ام سي كيو عام ثاني، الدنيا كلها كده. يقول لك اختار لي سترونج انرجيسك، لو انت مش عينيك عليهم كلهم عارفهم هتخطر، صح يا اولاد؟ طيب نمره اثنين، انترميديت انرجيسك زي البنتازوسين اللي هم العيل اسمهم اجرس انت، هنتكلم عنهم دلوقتي، اللي هم بتوعت الكاب، بتوعت عيله الكاب. دي الترميديت يعني الفكس بتاعه مش 100%، طبعا الاصل هو الاوبيويد. في حاجات ويك رغم ان هو ايه؟ اوبيويد ويك ضعيف، زي مين يا اولاد؟ الكودين والمشتقات. عشان كده قلت لكم انا الكودين ضعيف صح؟ عشان كده بنحط معاه ايه؟ باراسيتامول. باراسيتامول نقويه شويه، يبقى الاثنين ده في مكان وده في مكان، يجد مسكر معكوم. فيري ويك زي بروبوكسيفين، خلاص هذا من ناحيه القوه. نيجي من ناحيه الاكشن بتاعها، في ادويه اساس العيله دي كلها اسمها انرجيسك، هي اسمها ناركوتيك انرجيسك، المسكنات العظمى، المسكنات القويه، المسكنات المخدره. خلاص هي اذا اساس استخدامها وهي اولاد تسكين. بس طلع منها لانهم ما درسوها
وجدوا مثلا ان المورفين انهبت الكف. طيب بيخها انا عشان عندك كحه جافه لازم تكون كحه جافه مش كحه برودكت ولا البانه مختل. انا بديك حاجه من المخ انهبت الكحه. لو عندك كحه برودكت وعندك سيوتا يبقى راجل مختل. صح ولا مش صح؟ وزي برضه اللي عنده اسهال، لو عندك اسهال في ميكروب يبقى انا مخطئ لان المورفين هيوقف الامعاء خالص. هتعرفوا دلوقتي ما بتشتغلش، امال مساك اسبوع ازاي؟ واضح يا ولاد؟ أيوة. يبقى بيوقف الامعاء، يبقى انا راجل مخطئ برضه. يبقى اذا لها استخدام امتى؟ الكحه الجافه صح. هدخل منظار، منظار في الاتراكيه يعمل لك الريتيشن. لو انا مديك قبلها حوله مورفين مش هتحس بالريتيشن. فهمت الكلام يا ولاد؟ يبقى لها استخدامات. يبقى الكحه الجافه الدراي كوف احسن دواء تعرفيه يا ولاد، ديكستر ومسروفان، وده موجود عندكم بقى. بس كل الادويه تنفع، كل العيله تنفع، بس انا ما اخدش حاجه تعمل لي ادمان عشان كحه. صح؟ فاخذوا الحاجه اللي هي ايه؟ ما تعملش ديكستر ومسروفان، وبعدين بعدها الكودايين والحاجات دي. الاسهال، حاجات اند دايريه، رغم انه بيول بيستخدم في الاسهال، علاج الاسهال، هو مين يا ولاد احسن دواء؟ عشان الام سي كيو. خد اول دواء هو المهم، دوبيراميد عشان الاسهال. ديكستر ومسروفان عشان الكحه الجافه. مورفين عشان التسكين. خلاص يا شباب؟ واضح الكلام؟ هقول لكم على سبيل المثال مثلا ليه البروميد بتاع الاسهال؟ هل المورفين ينفع؟ ينفع. بس ليه اخترت البروميد؟ لانه داز نوت كروس البلاد برين بارير. يبقى حلو ولا مش حلو؟ خلاص. انت عايز يشتغل على الجهاز الهضمي؟ خد يا حبيبي. حبايه هي تبلعها. عندك اسهال وتر دايريه كل 10 دقائق هنوقفها لك في خلال نص ساعه. اقول لكم على حاجه غريبه جدا. الدكاتره طبعا اللي يعرف الحاجات دي يقول دكاتره التخدير، اساتذه في الحاجات دي صح؟ كان في دكتور تخدير زميلنا كان لما يجي له اسهال هو في العمليات يروح كسر امبول وشاربه بس بعد ساعه بزلفة قوي جدا، وقف حركه الامعاء نهائيا وطفر ذا كوز اوف دايريا. بس الخطا لو عندك ميكروب صح؟ هذا طيب. المهم نيجي التقسيمه اللي بعد كده تبع لدوريشن. في حاجات فيري شورت اسمه ريمفنتل 10 دقائق بس، يبقى دي ما تنفعش في التسكين يا ولاد صح؟ لا دي تنفع في العمليات في التخدير في التسكين. مش انتوا خدتوا جنرال انستيزيا؟ جنرال انستيزيا محتاجه مسكن احيانا معاها، هي بتسكن وكل حاجه، بس في بعضهم ضعيف محتاج التسكين، احط له حاجه من دول اللي هو ايه؟ بيشتغل انفيوجن. في حاجه بتشتغل نص ساعه زي الفنتانيل، نص الى ثلاث ساعات، فنتانيل احفظ الاسم، فنتانيل، يبقى ريمي فنتانيل 10 دقائق. النوع الثالث انترميديت المورفين، بيشتغل من 4 الى 6 ساعات، هو البيتيدين. النوع الرابع طويل خالص بقى، لو انت عايز حاجه طويله خالص ببرونرفين وميثادون. ايه رايكم يا اولاد؟ ايهما امن؟ الفيري لونج ولا الانترميديت؟ الانترميديت دي عشان مين؟ صح؟ عشان لو حصل سبتر ديبريشن اقدر الحق مشكله كبيره جدا. نمره واحد، نمره اثنين هضيف لكم معلومه برضه اكتبوها لو سمحتوا. نالكسون الهاف اللي هو الانتيدوت الهاف لايف بتاعه ساعتين او ثلاث ساعات، ساعتين بس. فانت لو واحد واخد جرعه اوفر دوز من الميثادون وحصل له ريسبيراتوري ديبريشن محتاج ازود، خلي بالكم معايا هيفوق المريض لانه الدواء بيشتغل بلوك ريسبتور كلها، بس بعد ساعتين يخش في غيبوبه تاني بينتهي مفعول وضع معايا صح. دي برضه بتجي لكم حدوته كده اكسبلين وضع يعني في السرابيط. يقول لك واحد واخد جرعه من دواء اوبيويد ومغمن عليه وريسبيراتوري ديبريشن، اديته حقنه نالوكسون فاق بكثير الفل وقاعده كويس، سبته وروح بعد ساعتين داخل في غيبوبه تاني كل يوم تاني يا دكتور اخذ ميثادون. يبقى مين الدواء المتوقع ده بقى؟ يعني هي حاجه من لون حاجه من لون مش ممكن يكون حاجه. واضح الحته ديت يا شباب؟ نيجي بعد كده للجرعه. انا قلت الافيكاسي من ناحيه التسكين، نيجي من ناحيه البوتنسي. بوتنسي يعني ايه يا اولاد؟ قدام الدواء بده افكت. نفهم الكلام لان اللغه العربيه ترجمتها بوتنسي يعني القوه صح ولا مش؟ بوتنسي بوتن قوي، الترجمه العربيه مش مظبوطه. فاحنا بنقول الافيكاسي هو ده الافكت اللي احنا قلناه، مورفين اقوى حاجه يا في كذا يا في كذا، لكن هنا البوتنس يعني قد ايه؟ مثلا على سبيل المثال بصوا كده المورفين كام؟ الجرعه بتاعته 10 مللي جرام. عارفين الدواء اهو ببرونورفين 2 من 10 ايهما مور بوتن؟ ببرونورفين ولا المورفين؟ ببرونورفين. طب ده هو بقى بارشال اجونست يعني مش اصل يعني التسكين بتاعه ضعيف، الافيكاسي بتاعه انت ميدل. عرفتوا بقى الفرق بين البوتنسي والافيكاسي يا شباب؟ خلاص؟ كودايين طبعا 60 مللي جرام. ايه معنى 60 مللي جرام؟ يعني الجرعه من الكودايين 60 مللي جرام يساوي 10 مللي جرام. يبقى المورفين اقوى من ده كم مره؟ ده من ناحيه البوتنسي برضه اقوى في الجرعه. ايوه. لكن الافيكاسي في فرق كبير، كودايين ده ضعيف خالص من ناحيه المورفين ما يجيش في حاجه. طيب 10 مرات عرفنا التقسيمات دي.
يبقى اذا في تقسيمه ثانيه بقى عن من هو الاجونست ومن هو البارشال اجونست، برضو مهم جدا نعرفها. البيور اجونست اللي هو اساسا بيشتغل على انهي ريسبتور يا اولاد؟ ليميو، زي المورفين، هو اساسا بيشتغل على كل ريسبتور بس اساسا على الايه؟ ليميو. هتفاجئوا بقى ان الكوديين هو بيور اجونست بس الافكاسي بتاعه ضعيف، فبعض الناس تعتبره ايه؟ بارشال اجونست، ضعيف، كوديين ضعيف. خلاص هذا اول عيله اسمه ايه يا اولاد؟ بيور اجونست، ملوش اي انتاجونست. العيلة الثانية بارشال اجونست. ايه معنى بارشال اجونست يعني ايه يا اولاد؟ فكرتوا في سنة أولى بقى؟ يعني هو بيعمل في الجرعة البسيطة ستيميليشن، أما يزيد يعمل انهبيشن، أو هو لوحده يبقى اجونست، أما تحطه مع الدواء الأصلي يبقى اجونست. اجونست انتاجونست. ده اسمه الفيبرونورفين لسه بنتكلم عنه من شوية، أبو طويل المفعول. ده إيه يا أولاد؟ بارشال اجونست عند الميو. وفي نفس الوقت هو انتاجونست عند الكابا والدلتا، ما يهمناش. بس هو بارشال اجونست عند مين؟ عند الميو. نيجي النوع الثالث اللي هو اجونست انتاجونست. انا عندي العيله بقى اللي هم ايه؟ عكس الببرونورفين، هم اجونست على الكابا والدلتا وانتاجونست عند الميو، فهم بيسموهم ايه يا اولاد؟ اجونست انتاجونست. طيب واحد يقول لي يا دكتور طب ما ايه الفايده بتاعتها؟ ما هم هيسكنوا ولا مش هيسكنوا؟ هيسكن لان الكابا لها تسكين ولا مالهاش؟ خلاص كونهم بلوك الميو ما يهمناش، لما هم التسكين وناخد من الكابا، صح يا شباب؟ وطبعا ده هيعملوا يفوريا ولا ديسفوريا العيله دي؟ ديسفوريا. يعملوا ديبندز ولا ما يعملوش ديبندز؟ بسيط. يعملوا ريسبيريتوري انتجريشن قوي ولا ضعيف؟ قليل. رفع عليه. انت عارف طب شفت بقى ما باخد الحاجه الف ب 1 2 3 توقع اي دواء. العيله بقى يفضل لكم الاسماء بقى بنتازوسين، نالبوفين، كده الاسماء بقى. اوكي. نيجي بقى النوع الثالث اللي هو بيور انتاجونست. ايه معنى انتاجونست يعني ايه يا اولاد؟ يعني دواء قضى على الريسبتور does not induce any effect. مال الافكت بتاعه بيجي منين؟ من البلوك للاجونست. يعني على سبيل المثال لو انا انت راجل طبيعي كده حجمتك حمله نالوكسون مش هيظهر عليك اي حاجه تقريبا. بعض الكتب يقول لك ما هو بلوك الاندوجينس اوبيويد فممكن يظهر بعض الحاجات، يعني ممكن يظهر بعض الحاجات ولكن بسيطه جدا ماي لا تظهر. لكن يظهر الافكت بتاعه امتى؟ لما انت واخد اجونست، انت واخد مورفين، انت واخد اي اجونست وبعدين حصل لك مشكله روح مديك الحمله الانتاجونست يظهر الافكت بتاعك. عندك ريسبيراتوري ديبريشن يحصل تصليح، عندك غيبوبه تفاجئ اولاد المريض بتاع الغيبوبه دي فوق يقوم يقعد كده بعد دكتور اتنين بس، ودي حاجه جميله للدكتور جدا ان انت مريض مغمى عليه وشخصته ان هو الحاجات اللي قلت لك عليها بالريسبيراتوري ريت والميوزس والحاجه والكونستيبيشن والحاجات دي تديله الحمله يقوم يقعد المريض بزاف. بعد كده في اوبيويد لها اديشنال بروبرتيز، يعني لها فوائد اضافيه. ايه الفوائد الاضافيه؟ زي مثلا ميبتازينون ده بلوك الماسكارينيك ريسبتور بالاضافه انه ضعيف الميو. زي الترامادول هو ده المصيبه بقى اللي احنا عايزين نركز عليها، ارجوكم بقى انتوا يعني ان شاء الله انتوا دكاتره في المستقبل تركزوا على الدواء ده لانه كومن جدا ما اعرفش ايه اللي حصل. يعني في انتشار فظيع جدا. فالترامادول عباره عن ميو بس ضعيف، امال ايه مشكلته؟ ده هو انهبت ريابتيك بتاع النور ادرينالين والسيروتونين. عشان كده بيعمل ايه يا اولاد؟ بيزود لك النور ادرينالين والسيروتونين في المخ فبيعمل برضو ايه؟ انتعاش. انت لو درست الانتي ديبريسنت هتعرفوا بتعمل ايه، بتزود السيروتونين والنور ادرينالين في المخ كاتيكولامين. عرفتوا بقى الترامادول؟ يبقى الترامادول له تو افكت. طيب انا استفدت ايه من النور ادرينالين والسيروتونين؟ انه ينفع في نوع من الالم اسمه نيوروباثيك بين. اكتبوه برضو دي معلومه جدا. اديني مثال النيوروباثيك بين، هقول لك يا سيدي عارفين الهربس زوستر؟ عارفين الم الدايبيتس بريفر نيوروباثي؟ ايوه ده اسمه نيوروباثيك بين. الالم الناشئ عن دامج في العصب. الالم الناشئ عن دامج في ايه يا اولاد؟ امال الالم الثاني بتاع الانفلاميشن والكلام ده كله اسمه ايه؟ او الجراحه او التروما اسمه نوسي سيبتيف بين. فانا عندي نوعين من الالم. نوسي سيبتيف اللي هو في حاجه هارمفول، في كيميكال، في تروما، في حاجه ده اسمه نوسي يعني الريسبتور بتاع الالم استيموليت بتيجي لكده. وفي الم ثاني اسمه نيوروباثيك. النيوروباثيك اللي هو الالم بتاع العصب نفسه النتيجه لدمج في العصب، وده من اشد انواع الايه؟ الالم نمره اثنين اصعبها علاجا. النيوروباثيك بين يا اولاد اصعب انواع الالم علاجا، يمكن لو عندك قريب مريض سكر تعب. لو عندك واحد عنده هيربس زوستر تعب. ده انه سنه بحالها يتالم ولا اي مسكن جايب له النتيجه. من ضمن المسكنات اللي بيجيب له النتيجه انتي ديبريسنت، سبحان الله ليه؟ لانها ايه؟ بتزود النور ادرينالين والسيروتونين في المخ. فالدواء ده ينفع في النيوروباثيك بين ولا ما ينفعش يا اولاد؟ هو والميثادون لانه ايه؟ بيزودوا النور ادرينالين والسيروتونين في المخ. نفهم الكلام. طيب بصوا كده يا شباب على الكيرف ده، مين الاجونست هنا عندنا الفول اجونست؟
الفنتانيل او فوق والميبريدين صح والمورفين كلهم واصلين فوقهم. مين البارشال اجونست؟ الببرونورفين وايه كمان البنتازوسين صحيح. بصوا التركيب بتاعهم هنا يا شباب، اهو ده المورفين انتوا شايفينه اهو بيشتغل اجونست الناحيه دي، النالوكسون بيشتغل ايه؟ هنتجمع عكسه خالص. امال مين الميكسد بقى؟ ذو الوجهين زي ما بقول، يعني هو اجونست على البنتازوسين، اجونست على حاجه نحفظ الاسماء لما انتجرس على الحاجه الثانيه. واضح يا شباب؟ نلبو فيه برضه نفس الكلام. بصوا للتركيبه كده وايه وفكروا فيها علشان نعرف الخطوه اللي بعد كده. نيجي بقى للكينيتك بتاعه الادويه دي. اولا الدواء ده يا اولاد الكالويد. الكالويد يعني ويك بيز جاي من النباتات، هذا معنى الكالويد. ويك بيز يعني هي ويك بيز. معنى ويك بيز يعني ايه؟ يعني هتبقى في الدم ايونايزد ولا نون ايونايزد؟ نانا يعني هتعدي المخرج بتاع الدم. تمام. امتصاصها هتمتص، هتمتص بسهوله. ناخد الامتصاص الاول يا اولاد والادمنستريشن. الادمنستريشن بعطيها ازاي؟ هذه الادويه منها ليبت سوليبل يا شباب بتعدي، فتتاخد باي وسيله، جميع الوسائل انترال وبارنترال. يعني انترال يعني يعني بالفم تماخذه بالريكتم، وبعدين البارنترال سبكوتينيوس انتراماسكولار انترافينوس. الحاجه بقى اللي شويه منهم اللي هايلي ليبت سوليبل، حاجات في منهم هاي ممكن تاخد نيزل سفريشن. مش شوف الاولاد المدمنين بيعملوا ايه؟ بياخدوا الهيروين كده شم. ليه؟ لانه هاي اللي بتصرف الهيروين بالذات هاي، عشان كده منعوه يعني فوربيدن من الاستخدام في كعلاج، او مسكن قوي اقوى من المورفين. وعلى فكره يا اولاد الهيروين عباره عن، اكتبوه برضه عندكم، هو داي اسيتايل مورفين، يعني سيمي سنسيتيك. يعني بتوع افغانستان الشياطين دول خدوا ايه؟ خدوا المورفين حطوا عليه اسيتيل اسيتايل جروب، فاصبح هي المركب اسمه ايه؟ داي اسيتايل هايلي ليبوفيلك، فيعدي بسرعه جدا. لو شميته كده يمتص، لو خدته حقنه يعدي المخ في ثواني، يعمل يوفوريا ورشد، يعمل انتعاش اكثر من المورفين. عشان كده الادمان عليها برده يا اولاد ايه؟ والوزدرول بتاعه اصعب، ده الهيروين. عشان كده مش هتجدوه كدواء. بعض الدول على فكره بتستخدمه، الدول الاوروبيه بتستخدمه في في المصحات، امراض الالم. لا ممكن طبعا ممكن نزل انسفليشن، ده احد الوسائل، ده الوسائل الحديثه. نمره اثنين ترانس ديرمال باتش، مش انت قلت لي هاي ليبت سوليبل؟ ومريض السرطان بيقول شهور عندك في البيت عنده الم شديد، وبعدين مثلا ممكن يكون عنده مشكله في البلع، عنده مشكله، فاعطي له ايه يا اولاد؟ باتش. حلوه ولا مش حلوه؟ ايه ميزتها؟ طويله، تاخد يومين ثلاثه شغال، في بعض الباتشات اسبوع، ببرونورفين ده اسبوع، ممتازه جدا. بس عيبها ايه بقى؟ الانسس بتاعها تفتكر سريع ولا بطيء؟ بطيء. طب تنفع في الاكيوت بين؟ لا. يجي لك سؤال نضحك عليك، نقول لك ايه مثلا؟ اديك دواء سريع زي الفنتانيل. نقول لك واحد عنده اكيوت سيفير بين، عنده فراكشر وبتاع فيمر، عايزين نديله دواء سريع، دواء يسكن الالم، احط لك فنتانيل باتش، صح ولا غلط؟ غلط. خطا. ده اي حاجه سريعه. وبالمناسبه برضه لازم تدي انجكشن في الاكيوت بين، اكتب برضه الحته دي. ليه؟ الاكيوت بين عندك سمباثيتك، وسمباثيتك موقف الجهاز الهضمي. صح ولا مش صح؟ والانجكشن كمان نزود على المعلومه ديت، يفضل انترافينس. ليه؟ لان لو واحد عنده فراكشر في الفيمر من شده الالم عنده شوك، والشوك عامله اوفر سمباثيتك ستيميليشن، وعمل فازو كونستريكشن للسبكيوتينس، مفيش امتصاص سبكيوتينس. فانت لو الدكتور بقى لا مؤاخذه نص كم تعطي الحقنه مثلا مورفين من احد الوسائل سبكيوتينس، تدي له سبكيوتينس، يوم ما امتصش لانه في فازو كونستريكشن، تقوم انت جاهل الناس ده تدي له كمان حقنه، ما امتصش، تدي له كمان حقنه ما امتصش. بدا يدي له فلويد، بدا يدي له بلاد نتيجه للحادثه، عنده كده نزيف، فبدا السيركوليشن تتحسن، بدا الدواء الجرعه الكبيره ده تمتص فجاه، يعمل لك مشكله. فهمت الحركه دي؟ انا قلت معلومتين مهمين جدا دلوقتي. نمره واحد الاكيوت بين لازم الانجكشن، ويفضل الانجكشن اقلهم اضعف الايمان انترافينس، ما تديش سبكت. الافضل حاجه انترافينس دي لو عايز اكيوت بين. اما الكرونيك بين، واحد بتاع كانسر، واحد عنده الحاجات دي كلها، يعني انت زي ما انت عايز، عندك الباتش، عندك 100 وسيله، اورال زي ما انت عايز، ما فيش مشكله. واضح يا اولاد؟ ترانسميكوزال اللي هي لوزنج كده او ليلي بوب بالمصاصه، عارفين المصاصه؟ برضه الطريقه حديثه. لما واحد مثلا عنده سرطان والعياذ بالله وماشي على دواء بتاع سرطان مورفين، وبعدين جاله الم فجاه زاد اسمه بريكستروبين، الم فجاه زاد كده، وكان عنده مصاصه فيها ليه؟ فيها دواء بس يمصها كده سهله عنده، يستريح على طول، لان بستغل الدواء هاي اللي بتصرف لولي بوب ده. ممكن الفنتانيل يمشي بالطريقه دي لولي بوب. وعلى فكره دي بالمناسبه يا اولاد، دايما كل سنه نقول لكم الناس الحرامية لما أخذة اللي بيسرقوا الأطفال بيسرقوهم بالطريقة دي. عارفين الحركة إزاي؟ تمام؟ مصاصة جميلة وشكلها حلو، خد يا حبيبي عمو جايب لك المصاصة، ياخد المصاصة كل يا حبيبي ياخدها أهو
سريعا انا سريعا كده يروح نايم على طول واخده بدون اي مشاكل لانه هادي ونايم وزاري ياخده على السياره على طول يسرح احد وسائل سرقه الاطفال خلاص عرفنا الطريقه. طيب بعد كده العلماء قال لك تدخل تمشي انت قلت لي ان في اوبيود ريسبتور في العمود الفقري في الضرس الهوائي. طب انا دي موضعك حقن ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن تنفع في امتى؟ في الولاده تنفع مع اللوكال انستيز تنفع حتى هي لوحديها انرجيزيا بس ممكن تنفع في علاج ورم سرطان العمودي برضو احد الاسئله اللي بتجي لكم يكون واحد عنده او واحد عندها ورم سرطان في الاوفر وعايز ادي لها مسكن مثلا ممكن احد مش عايزه تاخد اورال ولا كحول ولا حاجه ممكن اعطيها يا اولادي ابيديورال حقنه وده لها مده طويله جدا. خلاص دي خلصنا على الادمنستريشن. حد عنده اي سؤال مش فاهم الادمنستريشن يعني واضحه كل حاجه عندك دواء هاي اللي بتسولف تعطيه بكل الوسائل بس مش كلهم زي بعض. يعني مثلا المورفين ما ينفعش انسفليش لانه الليبس الروبوت بتاعته مش كثير. انا بقول لك ده امثله للحاجات اللي هي بتنفع في الادرس. طيب نيجي للابزور وايه الابزور؟ أيوة. صح ولا مش صح؟ طبعا. طيب المورفين يمكن يمتص سلولي شويه لان الليبس الروبوت بتاعته فيه او اتش مخليها ووتر سولبل شويه فامتصاصه اقل شويه. ما يهمنيش ده يهمني البايو افيلابيلتي. المورفين والبيتادين البايو افيلابيلتي بتاعته 20% معناها بنكسر منه كام؟ 80% يبقى الفيرست بس فيك بتاع عالي ولا مخبط؟ عالي. يعني الجرعه الاورا هتبقى زي الجرعه البارنترال؟ لا صح ولا مش صح؟ بس دي المعلومه اللي انا عايز كده. الكودايين 60% كسر منه كام؟ 40. الترامادول والميسادون 80% بتكسر منه كام؟ يبقى مين اكثرهم بقى افيلابيلتي؟ يعني الجرعه بتاعتها هتبقى البارنترال تقريبا زي مين؟ نفس انا ببص الحاجات المهمه اللي تفيدك يعني. طيب هنا سؤال اهو طالما انت عندك ابزوربشن وعندك ميتابوليزم وعندك بايو افيلابيلتي يبقى احنا لو جبنا خمس اشخاص اديناهم نفس الجرعه هل الايفكت هيبقى واحده المختلفه؟ مختلفه. ليه مختلفه؟ الليفر مختلف. الليفر بتاعك حضرتك بتشرب سجاير عندك الضغط الليفر فانكشن انا ما بشربش صح؟ واحد عنده ليفر تعبان واحد صح؟ جينيتك لان الجينات برضه فيها جينيتك زي ما نعرف بعد شويه. خلاص يا شباب يبقى احنا ايه عرفنا الاستريشن وعرفنا الابزورشن نخش بقى على الاستريشن. دواء هاي اللي ليفل سولف تتوقعي أيوة. ولا هتوزع على كل حته ولا لا؟ أيوة. طبعا يبقى عنده مشكله في التوزيع توزع على كل حته. يعني مثلا ومش مش مش باوند البلازما بروتين معناها ايه؟ ان في كتير على باب البلازما بروتين هندر يعني بتنزل بتفرمل تفرمل الدواء انه يمشي لما هنا ما فيش البلازما بروتين تلت الدواء يعني ما في عندك تلتين الكلام. الديستريبيوشن والله انت بتديني اورال ولا انترافينس؟ انترافينس انا قلتها لكم في سنه اول اللي هو حاجه في حاجه اسمها ريديستريبيوشن اللي هو انت دواء هاي اللي بالسولب هيروح للاورجن اللي هي يا اولادي نمره واحد فيها فات كتير وهاي فاسكولار زي مين؟ زي البرين والهارت الحاجات الدول العظمى الكيليا والحاجات الخمسه الكبار وبعدين بعد ما دول يشبعوا هيروح للاقل اللي هو المصل والفات والجايتي بعد كده هيروح للسكين والفات اخر حاجه مش كده ولا ريديستريبيوشن دي انترافيروس ولكن اورا اللي ما بتحصلش ايه توزيع الجمله دي كده مش مشكله. طيب نجري الحمل ده اللي يهمني جدا هيروح الحمل ما يروحش يروح جدا جدا. طيب كلمه واحده بقى هل الحامل تاخد مورفين يا ولاد ينفع؟ لا ايه الضرر؟ او الاسبيراتوري لا الولد ما بتنفس طب مش لازم تنفس الولد اللي هو بطنه بتنفس ده مش هيحصل له حاجه. طيب لا هو ممكن في الليبر غلط بس انه الليبر صح ليه يا احمد؟ لانه لو طلع مش هيتنفس لو طلع برافو عليك دي اذا في الولاده خطا ليه؟ لانه هينتقل للولد وبعدين لو جرعه كبيره شويه انهبت الريسبيريشن سنتر الولد اتولد لك ما بتنفسش حاجه اسمها ايه؟ اسفيكسيا نيوناتور. طب لو جالك طفل انت دكتور اطفال وجالك طفل متوقف التنفس قال لك قالوا مدينها الام حقنه مسكنه من المسكنات العظمى هتلحقه بايه؟ تعطوه له فين؟ ما عندوش اورده تعطوه له فين؟ في الامبلايك اللي سهله دي؟ لو تقدر تقدر ماشي كده نديك حل تاني بلاك الفن حوالي هيفوق على طول خلاص هذا اللي بنيجي البريجنسي بقى الحمل. الحمل يا اولاد تحول الطفل الى مدمن وحينما يولد الطفل تظهر عليه علامات الوسواس ويعطى مورفين تعالج بالمورفين حولت الام بجهلها وافتراها الى ايه؟ الى طفل مولود مدمن بالاضافه طبعا للتاثيرات على المخ بس ما فيش فيزيكال نعم فيزيكال عليه هو؟ على الطفل يعني لا هو اذا